السلام عليكم. في هذا البحث السادس سوف ندرس آليات عمل المناعة الخلوية والتي هي جزء من المناعة المتكيفة Cellular Immunity and Adaptive Immunity. سوف ندرس معا في هذا البحث أنواع الاستجابات للمناعة الخلوية. سنتكلم عن تطور ووظائف وأيضا أنواع الخلية المساعدة العاملة. اخترت كلمة عاملة لترجمة كلمة effector، فيمكن أن نستخدم كلمة فاعلة أو فعالة. استخترت هنا كلمة عاملة لا بأس بها. فهناك عدة أنواع للخلية المساعدة T helper cell TH1 TH2 and TH17. هدول الخلايا الأساسية، وهناك أنواع أخرى للخلية المساعدة. أيضا سوف ندرس تطور ووظائف الخلية السمية العاملة. الخلية السمية اللي هي سميناها CTL أو Cytotoxic T Lymphocyte وختاما نتكلم باختصار عن مقاومة الميكروبات للمناعة الخلوية. فلنبدأ. فكما نعلم، خلايا التاء المساعدة T helper cells CD4 positive تنتج cytokines cytokinat تفعل خلايا أخرى، وأهمها هي الماكروفاجز، أهمها خلايا الماكروفاجز لكي تقوم بابتلاع الميكروبات. هذا يعني أن الخلية المساعدة تقوم بإعطاء تعليمات تقوي خلية الماكروفاج لابتلاع الميكروبات. وأيضا الخلية المساعدة تنتج سايتوكاينات لمساعدة الخلية السمية CD8 T lymphocyte، أو سميناها cytotoxic T lymphocyte أو cytotoxic T cells، كله بمعنى واحد. هذه الخلية تقوم بالقتل المباشر للخلية المصابة، وعادة تقوم بقتل الخلايا السرطانية أو الخلايا المصابة بالفيروسات فإذا نظرنا إلى الرسم إلى اليسار، سنجد أن الخلايا العارضة اللي هي كما نذكر dendritic cells, macrophages, B cells تقوم بعرض الميكروبات أو أجزاء منها للخلايا TH1 وأيضا لخلايا TH17. كل منها يختص عبر cytokines يلي بينتجها بتقوية خلايا أخرى. فمثلا TH1 cell تنتج cytokines تقوم بتفعيل وتقوية خلايا الماكروفاج لتقوم بابتلاع وقتل أفضل، بينما خلايا TH17 عندما تقى بعض الميكروبات المعروضة من الخلايا العارضة تقوم بإنتاج cytokines تقوم بجلب خلايا النوتروفيلز، ولذلك ذكرنا هنا الالتهاب inflammation، لأنه السيتوكاينز اللي تنتجها خلايا TH17 وأهمها سيتوكاين IL-17 يقوم بجلب خلايا النوتروفيل من مخ العظام إلى المناطق المصابة ليقوم بقتل الميكروبات هناك. بالنسبة للخلية القاتلة أو السمية أيضا تقع ما يعرض لها، وبمساعدة الخلايا المساعدة غالبا هي TH1 فإنها تقوم بالتفاعل بشكل أفضل وتقوم بقتل الخلية المصابة التي عرضت لها ذلك الجزيء العدو. الآن ننتقل إلى تجربة هامة لفهم المناعة الخلوية ضد بكتيريا داخل الخلية وليس خارجها. فلنقرأ معا هذه الرسوم. فلنشرح هذه التجربة كما كتب في الأسفل. فهنا قاموا في هذه التجارب
بقراءة عدد من خلايا الليمفاوية أو السيروم يلي هو مصدر للأنتيبوديز، الأجسام المضادة. فهذه أخذت، من فأر عرض مسبقا لجرعة غير قاتلة من بكتيريا ليستيريا مانوسيتاجينيز ليستيريا. فهذا الفأر أصبح ممنعا عمليا ضد هذه البكتيريا. ثم أخذت هذه الجرعات من الخلايا أو من السيروم إلى فأر عادي، ثم قرأت النتائج من طحال هذا الفأر الذي استقبل تلك الجرعات، لكي يقرروا إن كان هذا الفأر قد أصبح ممنعا، استجابته المناعية جيدة أو لا. فلذلك لنقرأها من الرسم A B ثم C. فقد وجدوا أنه عندما يتم نقل خلايا التاء تي ليمفوسايتس، تم نقلها من الفأر الذي منع أولا إلى الفأر الطبيعي، فإذا نظرنا إلى محور السينات هو الأيام بعد تعريض الفأر الطبيعي للليستيريا، وعلى محور العينات هو عدد الخلايا البكتيرية التي لا تزال حية في الطحال، فقد وجدوا أن المناعة يمكن أن تنقل بشكل جيد، بشكل فعال، إذا تم نقل خلايا الليمفاوية التاء تي سيلز. إذا تم نقلها فإن المناعة يمكن أن تنتقل. بينما وجدوا أن نقل السيروم لا ينقل المناعة، ولذلك إذا لاحظتم في الرسم B فإن عدد الخلايا الحية البكتيرية بقي كما هو بنقل السيروم أو بلا سيروم. فإذا السيروم لا ينقل هذه المناعة ضد البكتيريا داخل الخلية. ختاما للنظر على نقل الخلايا البالعة، فإذا تم نقل الخلايا البالعة Activated Macrophages، شو يعني Activated؟ يعني أنها رأت هذه البكتيريا مسبقا. فإذا تم نقل الخلايا البالعة فإنها أيضا تقوم بقتل الخلايا البكتيرية بشكل جيد، فإذا بنلاحظ أن محور العينات في الرسم C يختلف عن سابقيه، لأنها هي نسبة القتل للخلية البكتيرية. فأكبر نسبة اللي هو اللون الأخضر الفاتح يتم القتل بشكل كبير إذا تم نقل الخلايا البالعة. بشكل أقل هو نقل الخلايا التي سيلز، يتم بشكل أفضل بكثير، لأن الذي يقوم بالقتل عمليا إنما هو الخلايا البالعة. عمل الخلية التي سيل هو عملها هو مساعدة الخلايا البالعة بقتل أفضل. فإذا هذه منها نستنتج هذه النقاط الثلاث: يمكن نقل المناعة من إنسان لآخر بنقل خلايا التاء المساعدة، لا يمكن نقل المناعة ضد هذه البكتيريا داخل الخلية بنقل السيروم، فالأنتيبوديز أو الأجسام المضادة ليس لها عمل جيد هنا، ويتم النقل بشكل أفضل بلا شك هو بنقل الخلايا البالعة Activated Macrophages. لأنه إذا ما تم تفعيلها فإنها لن تقوم بالقتل بشكل جيد. فإذا من الرسم A والرسم C نلاحظ أنه لا بد من الاثنتين سوية، الخلية المساعدة والخلية البالعة. الخلية المساعدة تقوم بإعطاء
تعليمات للخلية البالعة لتقوم بالقتل بشكل أفضل. يرجى ملاحظة هذه الرسوم لأننا سوف نسأل عنها في الامتحان إن شاء الله. فلنتكلم عن الأنواع الرئيسة للخلايا المساعدة. فعندنا نوع TH1 الذي اكتشف تاريخيا أولا، ثم عندنا TH2، ثم TS17 وهو أحدثهم نوعا ما. TH1 تعتبر محفز للالتهاب، TH2 معارضة للالتهاب، وتشترك بالالتهاب الذي له علاقة بالحساسية. TS17 مثل شبيهة بالTH1، محفز للالتهاب، وخاصة الالتهابات التي تقترن بكثير من الأمراض حقيقة، لكن كبداية اقترنت بالعدوى البكتيرية والعدوى الفطرية، وهي معروفة أنها تأتي بخلايا النوتروفيل. ما يجب أن نتذكره هنا السيتوكاينات التي تنتجها كل منها. TH1 تتميز بالإنترفيرون جاما، TH2 تتميز بعدد من السيتوكاينز يجب أن نتذكرها: IL-4 interleukin 4، IL-5 and IL-13. بالنسبة لخلية TH17، هي سميت TH17 بسبب أنها تنتج interleukin 17. ثم اكتشفوا أنواع أخرى interleukin 22، فحتى الانترلوكن 17 له عدة أعضاء سموها بالأحرف: IL-17A، IL-17B، IL-17F إلى آخره. خلايا TH1 كما نعلم تقوي من خلايا الماكروفاجز. خلايا TH2 تأتي بخلايا الإيوسينوفيلز. خلايا TH17 تأتي بخلايا النوتوفيلز. الآن برغم تميز هذه الخلايا المساعدة إلى عدة أنواع، إلا أن هناك مونة ضخمة في تحول كل منها لنوع آخر. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن TH1 قد تتحول إلى TH2، قد تتحول إلى TH17، والعكس بالعكس، TH17 قد تصبح TH2 أو قد تصبح TH1، وأيضا TH2 قد تصبح TH1 وقد تصبح TH17. ولا ننسى أن هناك نوع رابع سميناه هو النوع المعدل T-Regulatory Cells أو باختصار T-Regs، وهو يتبع كنوع رابع للخلايا المساعدة. الآن كل من هذه الخلايا أيضا يتنوع أو يتطور، يتحول إلى نوع آخر حسب السيتوكاينات وحسب الميكروبات المطلوب أن يتخلص منها. فمثلا TH17 يجب أن تتواجد عندما تتواجد عدوى بكتيرية أو فطرية، TH2 يجب أن تتواجد عندما يكون هناك تحسس، TH1 يجب أن تتواجد عندما يكون مثلا التهاب من نوع طويل. لا ننسى أن هذه النظرة الأولى، لكن النظرة الأعم هو أن هذه الخلايا تشترك في عديد من الأمراض، سواء كانت نتيجة هجوم ميكروبي أو لا. فلا يجب أن نقتصر في تفكيرنا على الميكروبات التي تدخل، فكما نعلم كثير من هذه الخلايا معروف أنها تشترك في خلايا المناعة، في أمراض المناعة الذاتية، وفي أمراض السرطانات، وفي أمراض نقص المناعة، وفي أمراض زراعة الأعضاء أو حتى زراعة الدم أو نقل مخ العظام. الآن ننتقل إلى عدد من السيتوكاينات للخلايا المساعدة. كل منها له وظائف متعددة ووظائف قد تتكرر.
هذا التكرر يساعد في تقوية المناعة المطلوب إيجادها. فلننتقل لهذه السيتوكاينات، طبعا بعضها ذكرناها سابقا، لا بأس من التكرار هنا. فكملاحظة أولى، نجد أن معظم هذه السيتوكاينات تنتجها الخلايا المساعدة. إذا بتلاحظوا بكل سطر يوجد CD4 T cells، CD4 T cells، وهناك أنواع أخرى من الخلايا تنتجها أيضا. فذكرنا IL-2 أنه من أهم السيتوكاينات التي تتواجد أولا لمساعدة الخلايا على التكاثر، فهي هامة جدا في مسألة الكلونال اكسبانجن، التوسع الأحادي أو المتماثل. انترفيرون جاما تفعل طبعا لها عدة أعمال، عدة وظائف، لكن نذكر الوظيفة الأهم، تقوم بتفعيل الخلايا البالعة الماكروفيجز. IL-4 تقوم بمساعدة خلايا البي سيلز في التحول من الـ IgM إلى الـ IgE، فإيجاد الـ IgE في عدة أمراض من الحساسية يجب أن يتواجد. فالـ IL-4 الذي تنتجه الخلايا التي سيلز تقوم بإعطاء التعليمات لخلايا البي سيلز للتحول من إنتاج الـ IgG إلى الـ IgE. الـ IL-5 أيضا هام بأمراض التحسس، فهو يفعل من خلايا الـ إيوسينوفيلز. سايتوكاين IL-17 هام جدا في جلب خلايا النوتروفيلز. هذا السايتوكاين IL-22 وجد لاحقا بعد أن رأوا IL-17، فله أهمية تشترك بالاستجابة المناعية لخلايا TS17، لخلايا TS17. بالنسبة لهذا السيتوكاين TGF بيتا يشترك مع سيتوكاين آخر، خليني أذكره من هلأ، الكتاب لم يذكره هنا، اللي هو الـ IL-6. هذول اثنيناتهم هامين بإيجاد خلايا تي اس 17 التي سوف تنتج لنا ال 17. فختاما، هناك شبكات من هذه السيتوكاينات، شبكات حقيقة لا تنتهي، وفهمها لا يزال قاصرا، ونحاول أن نفهم ما هو مجموع هذه السيتوكاينات إذا وجدت مع بعضها، وما هي النتيجة التي تؤدي بالنسبة للمرض إيجاداً أو عدماً. فلنبدأ بخلايا TH1. هذه الخلايا تتحفز من قبل الميكروبات المبتلعة، وأيضاً تحفز الابتلاع. فخلايا TH1 عملياً تقوم خلايا الماكروفاجز بتفعيلها، وتقوم هي بدورها بتفعيل الابتلاع بشكل أفضل. السيتوكاين الرئيس الذي ذكرناه في الرسم السابق هو الانترفيرون جاما. أيضا سوف نذكر أن مساعد التفعيل هو مساعد يختلف نوعا ما، اسمه CD4L. L هي اختصار لكلمة ليجاند. ليجاند بشكل عام تعني مستقبل طافٍ، مستقبل موجود في السوائل، لكن هنا ليس مستقبلا طافيا حقيقة، وإنما هو موجود على سطح خلية الـ TH1. فـ CD40L له اسم ثاني، CD154، 154، هذا اسمه الستاندرد حقيقة. فيقوم طبعا لابد من وجود انترفيرون جاما، لابد من وجود مساعد التفعيل، لابد من تعرف التي سي ار على الميكروب. فكل هذه الاشارات تاتي مع بعضها وتقوم بتفعيل الخلايا البالعه عن نوع M1، يلي هي نوع التهابي يساعد على الالتهاب. انترفيرون جاما يفضل تغيير التصنيف للجسم المضاد الى IgG. كما نعلم انه عاده نحن نبدا ب IgM، فانترفيرون جاما يفضل ان يتم class switching، تغيير التصنيف إلى IgG. من الذي ينتج هذه السيتوكاينات؟ في عندنا خلايا الدندريتك سيلز،
والـ NK cells ينتجون IL-12 وإنترفيرون جاما. هذول اثنيناتهم هامين جدا في زيادة الالتهاب كنوع من المقاومة للميكروبات. فذكرنا إنترفيرون جاما يحفز تحولا أكبر للـ TH1، والإنترفيرون جاما كختام يعرقل عادة TH2. وسنرى قريبا أن TH2 أيضا سوف يعرقل سيتوكاينات TH2 تعرقل TH1، فهما معارضان لبعضهما البعض. وظن المناعيون في أوقات مبكرة من علم المناعة، أي في الخمسينات عمليا، أن TH2 هو النوع المعدل من الخلايا، لكن ظهر فيما بعد أنه ليس ذلك. فما نريد أن نتذكره أن مساعد التفعيل هو CD40L. في الرسم نلاحظ أن CD40L يتفاعل مع CD40 الموجود على الخلايا العارضة، وينتج عن ذلك بالإضافة إلى الإشارة رقم 1 اللي هو TCR، إشارة رقم 2 اللي هي مساعدات التفعيل، ينتج عنه إنتاج إنترفيرون جاما، وبالتالي تقوية TH1 وتقوية الخلايا البالعة بآن واحد. فهذا فيما يتعلق بالخلايا TH1. فهناك أسئلة يجب أن نتذكرها فيما يتعلق بأنواع هذه الخلايا. دائما يجب أن نسأل ما هي الخلايا المشاركة في الاستجابة الخلوية، ما هي السيتوكاينات المفرزة، وما هي عوامل النسخ الناتجة عن تفعيل هذه الخلايا. فدائما هناك عوامل نسخ ينتج عنها إنتاج السيتوكاينات. عوامل النسخ ذكرناها هي Transcription Factors، هذول بروتينات يقومون بتفعيل الجينات لهذه السيتوكاينات. فلذلك نحن نبحث عمليا عن عوامل النسخ كمميز للخلايا. فلنبدأ بخلايا TH1، يميزها عدد من عوامل النسخ يجب أن نتذكرها. أول واحد اسمه تيبت، الثاني اسمه STAT4، الثالث اسمه STAT1. هذول الثلاثة يجب أن نتذكرها كعوامل نسخ تميز خلايا TH1 cell. بالنسبة لخلايا TH2 cells يميزها عاملا نسخ، GATA3 نلفظها كذلك، وSTAT4. GATA3 وSTAT4 يجب أن نتذكرها أنها عوامل نسخ تميز خلايا TH2. ثم أخيرا هناك عاملا نسخ يميزان خلايا TH17 وهما RORGAMMA-T، نلفظها كذلك RORGAMMA-T وSTAT4 STAT3. فRORGAMMA-T STAT3. فلنعد، خلايا TH1 تتميز ب عوامل نسخ تيبت، STAT4، STAT1. خلايا TH2 تتميز بعوامل نسخ GATA3 وSTAT6. وخلايا TH17 تتميز بعوامل نسخ RORGAMMA-T وSTAT3. طبعا ماذا أقصد أنها تتميز؟ نستطيع بآلية الفلو سيتومتري أن نراها موجودة داخل الخلايا، لأن عوامل النسخ عادة تتواجد أين؟ تتواجد في السيتوبلازم ثم تعود للعمل داخل النواة. فبالإمكان تمييز هذه الخلايا بعضها عن بعض. فإذا يمكن تمييز الخلايا عن بعضها عبر المستقبلات على سطح الخلية أو داخلها، أو عبر أيضا عوامل النسخ، وطبعا يمكن تمييزها أيضا عبر الجينات المختلفة وبتقنيات متعددة. خلايا TH2 عادة تتحفز من الديدان اللي نسميها هيلمنس. الديدان الموجودة عادة في الأمعاء هي التي تحفز هذا النوع من الخلايا. هذه الخلايا تحفز خلايا الماست سيلز والإيوسينوفيلز، وتحفز أيضا إيجاد الـ IgE، لأنه هدول كلهم بلزمونا لمعالجة هذه الديدان بالإضافة إلى خلايا الإيوسينوفيلز. السبب أنه الديدان كبيرة لا يمكن أن تبتلع، فلذلك لن تجدوا هنا أن خلية الماكروفاج سوف تأتي للعمل. الديدان هي حيوانات كبيرة قد يبلغ طولها أمتار داخل الجسم، فلا يمكن قتلها بابتلاع، وإنما يجب
أن تقتل بأسلوب آخر. فخلايا التاء المساعدة في دوائر العقد الليمفاوية اللي سميناها follicles سوف تنتج IL-4. هذا السيتوكاين IL-4 سوف يحفز خلايا البي سيلز لتغيير الإنتاج من IgM أو IgG إلى IgE. وأيضا سوف تنتج السيتوكاين IL-5 كما ذكرنا يحفز خلايا الإيوسينوفيل. الآن TH2 لها ضرر وهو زيادة التحسس في الأشخاص المعرضين وراثيا، ليس كل الأشخاص، بعض الأشخاص لهم جينات محددة تجعلهم أكثر عرضة للتحسس من الآخرين، وهو أمر ليس تماما مفهوما، لكن كما نعلم هناك عوامل كثيرة من عوامل الأمراض، هناك عوامل خارجية وعوامل هجومات ميكروبية وعوامل داخلية جينية. TH2 تعرقل عمل خلايا M2 البالعة. يجب أن أتأكد من هذه النقطة لأنها تعرقل عادة عمل خلايا M1. سوف أتأكد من ذلك، ربما يكون خطأ في الكتابة. أظن أنها تعرقل عمل خلايا M1 البالعة. هذا الرسم إلى اليسار يلخص ما ذكرناه، أن خلايا TH2 تقوم بإنتاج IL-4 والIL-13، وهذا أيضا يحفز من عمل الماكروفيجز بأمور عدا عن التحسس. هناك IL-4 يقوم بإنتاج IgE، وأيضا يقوم ب كما ذكرنا IL-4 أيضا يقوم بتحفيز خلايا أيضا خلايا إيوسينوفيلز يعمل عليها، لكن IL-5 هو الأساسي في تحفيز خلايا الإيوسينوفيل. فهذا باختصار عن عمل خلايا TH2. خلايا النوع TH2 أيضا ربما نتأكد هنا من ذلك أنها هنا للكلام عن خلايا المانوسايت عندما تتمايز إلى خلايا M1 وخلايا M2، M1 والM2. فالمانوسايت تنتج أيضا هذه السيتوكاينات التي تحفز من تغيير نفسها إلى نوع M2 اللي هو مضاد للالتهاب. الانترفيرون جاما عادة يؤدي إلى تركيز الخلية أن تعمل كنوع M1 اللي هو نوع التهابي، الذي هو نوع التهابي. فخلايا M2 تقوم بإنتاج اثنين من السيتوكاينات IL-10 و TGF-beta، هدول عادة بيعارضوا الالتهاب، عادة بيعارضوا الالتهاب، بينما خلايا M1 تقوم بإنتاج عمل عدد من السيتوكاينات التي تحفز الالتهاب وأيضا تعارض عمل M2، فكل منهما يعارض الآخر من خلال السيتوكاينات التي تقوم بإنتاجها. وهنا نرى العلاقة بين M1 والM2 سوف ينعكس على العلاقة بين TH1 والTH2 أيضا من خلال هذه السيتوكاينات المنتجة. هنا سننظر إلى العلاقة بين TH1 والTH2 كجزء من فهم عمل المناعة المتكيفة. فأظن أنني هنا سأذكر ما ذكرناه سابقا، ولن أتطرق لأنواع الفئران المستخدمة عادة في الأبحاث العلمية والتي عملت بها سابقا. فهناك نوع نسميه بالبسي، وهناك نوع آخر نسميه B6. لا بأس أن نتذكرها فقط للمعلومات العامة، لن أسأل عنها في الفحص. لكن هذول النوعين من الفئران، البالبسي بيكون عادة نوع أبيض، والB6 يكون لونه أسود، لون شكله لونه أسود. فهذه من الأنواع التي تستخدم عادة، لكن لن أتطرق أكثر من ذلك لها.
معظم المعلومات التي نعرفها عادة عن الأمراض تأتي من معرفتنا في أبحاث الفئران، فلذلك لن أتطرق لهذه التفاصيل. فقط للتذكير، وذكرناه سابقا، أن خلية المساعدة تتغير أو تتحول إلى نوع TH1 أو إلى نوع TH2 حسب السيتوكاينات المنتجة وحسب الميكروبات الموجودة، وأيضا هناك حسب إشارات أيضا ربما بعضها غير معروف، لأنه كما نعلم ليس كل الأمراض ناتجة عن تدخل ميكروبي فيروسي أو بكتيري أو فطري أو إلى آخره. فالمهم أن TH1 تنتج انترفيرون جاما وأيضا TNF، هذول كلاتهم، وهناك IL-6 وهناك IL-1، هناك الكثير من السيتوكاينات التي سوف تنتج وتؤدي إلى تقوية الخلايا البالعة في القتل، بينما TH2 تقوم بإنتاج عدد من السيتوكاينات أهمها IL-4 IL-5 IL-13، فهذه تقوم بعرقلة، فعادة نشير للعرقلة بهذه الإشارة على شكل حرف T طويل، فتقوم بعرقلة بعضها البعض. هذا التمايز أو هذا التوازن بين الاثنتين هو الذي يقرر مصير المرض، هو الذي يقرر مصير المرض. فإذا كان هناك الكثير من TH2 وأنتم بحاجة إلى التخلص من الميكروبات، فستجدون أن TH1 لن تعمل بعمل صحيح، ليست كافية. ووجود TH1 كثيرا بدون وجود TH2 هذا يعني أن هناك الكثير من الالتهاب، وستكون الكثير من الأعراض الجانبية من عمل هذه الخلايا، فلا بد من توازن بين الاثنتين. ولا ننسى أنهما ليستا وحيدتين هنا، لا بد من وجود خلايا المعدلة التي ريكز ليتم العمل بشكل صحيح. فهذه تعطينا فكرة أن كيف نفكر بنتيجة المرض. يجب أن نعرف آلية عمل المرض وآلية عمل الخلايا التي تساهم في إضعاف هذا المرض حتى نستطيع أن نحيده. بالنسبة لخلايا TH17 وهي التي اكتشفت حديثا نوعا ما في سنة 2005، فهذه تعالج العدوى البكتيرية والفطرية. أهم السيتوكاينات التي ذكرتها سابقا هي TGF بيتا، IL-1، IL-6، IL-17، وهناك الآن كهدف لكثير من شركات الأدوية في معالجة هذا السيتوكاين اللي سميناه IL-23. فIL-23 ينتج له علاقة بخلايا TH17، يؤدي لها وينتج عنها أيضا، فهو هام جدا في عمل خلايا TH17. فإذا نظرنا إلى الرسم إلى اليسار تجدون أن خلايا المساعدة عديمة الخبرة تتعرف على جزيء معادي ما فطري أو بكتيري من خلية عارضة، تقوم بالتكاثر كما هو العادة، ثم تتمايز إلى خلايا TH17 نتيجة تواجد عدد من السيتوكاينات أهمها هذان IL-6 والTGF بيتا، هدول الاثنين هدول الأهم بإنتاج خلايا TH17. خلايا TH17 بدورها تقوم بإنتاج سيتوكاين IL-17 وتقوم بإنتاج IL-22. ينتج عن ذلك عدد من النتائج، أهمها هو جلب خلايا النوتروفيلز، وهنا نقول أن يكثر الالتهاب لأن خلايا النوتروفيلز هي التي تقوم بقتل وبالتهاب أكثر، بينما عندنا سيتوكاين آخر سميناه IL-22، غير هذا يختلف عن IL-23، فIL-22 يقوم بتقوية الخلايا الظهارية حتى تقوم بقيام بحاجز أفضل ضد الهجمات الميكروبية. فنختم بالدرس بعدد من النقاط أهمها، لا نتكلم كثيرا كما نتكلم عادة عن الخلايا المساعدة، وهو الخلايا السمية. الخلايا السمية Cytotoxic T lymphocyte أو باختصار CD8 T cells، هذه الخلايا تقوم بقتل مباشر، تقوم بلمس
الخلية الهدف بمنطقة نسميها سينابس، تقليداً لما سميناه في علم الأعصاب السينابس، حيث تتلاقى خليتان مع بعضهما لمساً. فتقوم خلية سمية بلمس الخلية الهدف. منطقة اللمس يتواجد فيها حوالي 1000 من التي سي آرز، مستقبلات التي سي آر التي تفهم نوعية الجزيء المعادي، بالإضافة إلى تواجد السي دي 8 وتواجد محيطي لمستقبلات ال اف اي 1 اللي سميناها سابقا انتجرن. فهذول كلها بشكل دائرة، داخلها تي سي ار وسي دي 8، محيطها ال اف اي 1. حوالي آلاف من هذه المستقبلات تقوم بلمس الخلية الهدف. عندما يتم هذا اللمس وتعلم الخلية السمية أن الخلية الهدف يجب قتلها، تقوم بإرسال بروتينات اسمها بيرفرين. اسمها بالإنجليزي مشتق من كلمة هو الثقب. فهذه بروتينات ثاقبة تثقب غشاء الخلية الهدف. بعد الثقب يتم إرسال إنزيمات بالإنجليزي نسميها جرانزيم بي. جرانزيم هو الدمج لكلمتين، كلمة جرانيول يلي هو حبيبة وإنزيم، فهي إنزيمات حبيبية موجودة داخل الحبيبات، لكن يتم إرسالها إلى داخل الخلية الهدف. من أجل ماذا؟ لتفعيل موتها الخلية الهدف. ماذا تفعل إنزيمات الجرانزيم بي؟ تقوم بشطر الكثير من الأمور داخل الخلية الهدف كبروتينات وكحمض نووية. وبذلك يتم تحفيز، هناك خطأ طباعي، يتم تحفيز الموت المبرمج apoptosis. هناك أسلوب آخر، حقيقة هناك العدد من الطرق لتحفيز الموت المبرمج في الخلية. إحداها الذي نراه من خلال عمل الخلايا السمية، وهو وجود البيرفرين والجرانزيم بي سوية. هناك نوع آخر من خلال التقاء مستقبل CD95L مع CD95. وهناك أيضا الـTNF أو حتى التول-لايك ريسبتورز، فهذا أمر لن نتطرق له هنا. فالرسم إلى اليسار يلخص لنا ما ذكرناه، وهو أنه لابد من قراءة الجزيء المعادي عبر TCR والMHC. MHC class 1 إذا بتتذكروا. CD8 يقوي هذا التلاقي. ثم عندنا هذه الـ LFA1 يلتقي مع الـ ICAM1 ليكون هذا التلاقي أو التصاق الخليتين بشكل أفضل. بعدها تقوم خلية السمية بإرسال البيرفرين ثم الجرانزيم بي إلى داخل الخلية الهدف لتفعيل النتيجة النهائية وهو قتلها. غالب القتل يتم في الخلايا المصابة بالفيروسات أو بالخلايا السرطانية. فهذا باختصار عن عمل الخلايا السمية CTLs Cytotoxic T Lymphocytes، أو مسميها Cytotoxic T Cells أو CD8 Positive T Cells. فالرسم هنا يذكرنا بعمل العرض المختلط عمليا الذي رأيناه سابقا في درس سابق، وهو أن الخلية البالعة تقوم بابتلاع ميكروب معين. لكن قبل أن ننتقل إلى كلمة بعض، لكن نلاحظ أن الخلية العارضة عندما تبتلع ميكروب ما تقوم بعرضه إلى خلايا CD4 T cells. هذا الأساس. لكن بعض هذه الميكروبات قد يهرب من الحبيبات داخل الخلية العارضة إلى السيتوبلازم. عندما يتم ذلك فإن الخلية العارضة لا تترك الأمر يتم بسلام، وإنما تقوم بعرضه بأسلوب آخر، وهو عبر الـ MHC class 1. فإذا هرب الميكروب من الحبيبات داخل الخلية العارضة إلى السيتوبلازم تقوم بعرضه عبر الـ MHC class 1. إذا لم يهرب يتم عرضه إلى خلايا
CD4 T cells عبر مستقبلات الـ MSC class 2. أيا كانت النتيجة فإن هذا الميكروب سوف يتم القضاء عليه. فإذا تم عرض إذا تم عرضه إلى خلايا CD4 T cells، خلايا CD4 سوف تعطي تعليمات للماكروفاجز لقتل هذا الميكروب بشكل أفضل. وإذا هرب إلى السيتوبلازم فإن الخلايا العارضة ستقوم بعرضه على الـ MHC class 1 لمن؟ إلى خلايا CD8 T cell. وكما نعلم CD4 T cells لا تزال تتواجد، فهي تقوم بإرسال تعليمات بشكل أفضل للخلايا CD8 لتقوم بالقتل بشكل أفضل. فإذا النتيجة هي القتل للميكروب إما عبر الخلايا البارعة وإما عبر الخلايا السمية، وفي كلتيهما تقوم الخلايا المساعدة بإعطاء التعليمات للقيام بالوظيفة أفضل لكلتي الخليتين، الخلية البارعة الماكروفيج والخلية القاتلة السمية CD8 تي سيل. الآن ننتقل إلى موضوع ختامي، وهو كيف تتهرب بعض الميكروبات من خطر المناعة الخلوية. فطبعا التعامل بين الخلايا والميكروبات هو تعامل بيئي تماما مثل تعامل الفئران مع الهررة أو تعامل النسر مع العصافير. فكلما قام القط بأسلوب أفضل في الإمساك بالفأر، فإن الفأر أيضا سوف يقوم بأساليب أفضل وأكثر حنكة في الدوران للتخلص من خطر هذا القط. فهذا أمر بيئي معروف ويتواجد طبعا ضمن أجسامنا في العلاقة بين الخلايا الدم البيضاء بشكل عام والخلايا التي سيلز بشكل خاص مع هذه الميكروبات. فمن هذه الأساليب نلاحظ مثلا أن بكتيريا التي تسبب السل اللي هي الميكوبكتيريا تبقى حية داخل حبيبات الفاجوسوم، وقد تمنع من اندماج اللايسوسوم مع الفاجوسوم، وبالتالي تبقى حية. هناك الكثير من الأساليب تتبعها الفيروسات في التخلص من المناعة الخلوية التي تختص بها عادة خلايا CD8 T cells. فمثلا فيروس الهربيس سيمبلكس فيروس HSV، هذا بالإضافة إلى فيروس السيتوميغالوفيروس وهو المعروف كخطر كبير على زراعة الأعضاء، ولدينا أيضا إبستين بار فيروس الذي ينتج نوعا من السرطان. هذه الثلاث تقوم محاولة بمنع الخلايا العارضة اللي هي خلايا الجسم كلها، تحاول هذه الفيروسات أن تمنع خلايا أجسامنا من عرض أجزاء من هذه الفيروسات لخلايا CD8 T cells. كما نعلم ما هي النتيجة التي يقوم بها الجسم كرد على هذه الفيروسات، يقوم بتفعيل خلايا NK cells لتحل محل خلايا CD8 T cells. فلدينا جواب لهذه الفيروسات وعملها الشرير داخل أجسامنا. ماذا عن الإبستين بار فيروس اللي هو EBV؟ يحاول أن يمنع من تفعيل خلايا الماكروفاجز وبالتالي من قتل هذه الميكروبات. الباكس فيروس يحاول أن يمنع من تفعيل الخلايا الفاعلة مثل خلايا التي سيلز. فهناك العديد من الأنواع معروفة في بكتيريا أخرى مثل الليستيريا مثلا وغيرها، تحاول أن تتجنب خطر المناعة الخلوية التي تحاول أن تحمينا منها. ختاما، هناك ظاهرة نسميها تعب الخلية، اختاروا لها كلمتين يذكرونهما بشكل متبادل وليس سوية، كلمة exhaustion وهناك كلمة energy.
إذا اخترت كلمة energy التي تعني طاقة باللغة العربية، شيلوا كلمة حرف E من بداية كلمة energy واكتبوا كلمة حرف A، بصير الكلمة اسمها energy. فكلمة energy وكلمة exhaustion تستخدم بشكل متبادل وتعني التعب، الخلية تتعب. متى تتعب الخلية؟ تتعب إذا لم يتم إرسال أكثر من إشارة. تتعب الخلية إذا لم يتم إرسال أكثر من إشارة، وهو عادة الإشارة الأولى وهي TCR مع MHC. فإذا لم يوجد مساعدات للتفعيل فإن الخلية سوف تتعب. ماذا يفعل الشخص المتعب؟ لا يستطيع العمل بشكل جيد، يعني إنتاجه يصبح 10%. هذه الظاهرة تسمى تعب الخلية. اكتشفت سابقا بخلايا CD8 تي سيلز، لكنها عامة تتواجد أيضا بخلايا CD4 تي سيلز. بخلايا CD4 تي سيلز، من ميزات هذا التعب هو تواجد عدد من المستقبلات التي تعيق عمل المناعة، وذكرناها سابقا. هناك تواجد أكبر لمستقبلات CTLA4 والPD1 على سطح هذه الخلايا المتعبة، وبالتالي فإنها تنتهي متعبة ثم تموت، وبالتالي فإن الاستجابة المناعية لن تكون بطاقتها القصوى، لن تكون بطاقتها القصوى. بذلك نكون قد أنهينا البحث السادس عن آليات عمل المناعة الخلوية. تكلمنا عن أنواع الاستجابات، تركيزنا بشكل رئيس على الخلايا المساعدة T helper cells TH1 TH2 TH17 والسيتوكاينات المتعلقة بها وعوامل النسخ المتعلقة بها. ثم ذكرنا بشكل أكثر اختصارا عن الخلايا السمية Cytotoxic T lymphocytes. ثم ذكرنا كيف تحاول الميكروبات أن تتجنب هذه المناعة. ثم تكلمنا عن تعب هذه الخلايا. وبذلك نكون قد انتهينا مما يتعلق بعمل الخلايا التائية ضمن المناعة المتكيفة، والذي يتبعها هذا الفرع سميناه المناعة الخلوية. سننتقل في الدرس السابع والثامن للكلام عن المناعة السائلة وخليتها الرئيسة الخلية البائية B cells. فننتقل إلى هناك إن شاء الله في درس قادم، والسلام عليكم.